مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 6 Lesson 2 اليونت السادس الدرس الثاني. عنوان الدرس Two Jobs معناها وظيفتان. احنا ذكرنا بالدرس السابق انه لاحظنا ان الدرس السابق يتحدث عن الوظائف، وقلت لكم ان الدرس الأول ايش يحكي عن الوظائف، لأن اليونت كله راح يحكي عن الوظائف. يحكي عن البلدان مثل ما شفنا باليونت الخامس، الدرس الاول يحكي عن البلدان، فاذا اليونت كله راح يحكي عن البلدان وهكذا. فراح نلاحظ انه حتى هذا الدرس والدروس القادمه كلها راح تحكي عن الجوبز الوظائف. فبالبدايه بالفقره الاولى يقول لي read the two paragraphs، اقرا المقطعين النصيين. طبعا هسه راح نلاحظ انه اكو مقطعين نصيين. يقول لي read the two paragraphs، find the words، جد الكلمات من واحد الى خمسه، and match them to their different meanings، وطابقها، يعني طبعا مطلع هو كلمات من واحد الى خمسة، وطابقها بما بذير مينينجز بمعانيها، A to E، من حرف الA الى حرف E. هسه طبعا هذان انا قبل ما يحتاج انه نقرا المقطع النصي يلا الحين، لان اغلب الكلمات اللي راح ينطيني اياها كلمات احنا نعرف معانيها. يعني انا منطيني كلمات، انا هذا مجموعه من الكلمات، ومنطيني خلينا نسميها تعاريف لهذه الكلمات. يقول لك تقدر توصل الكلمة بالتعريف المناسب لها، أنا أقدر أوصل بدون ما أحتاج إنه أقرأ المقطع النص اللي هو مطيني إياه. فعلى سبيل المثال أي طالب أسئلة بناتكم، شنو معنى hard working؟ hard working معناها مجد. جيد، هسه أنا عرفت معنى هاي الكلمة. شنو تعريف كلمة مجد باللغة الإنجليزية؟ things you learn at school، أشياء تتعلمها في المدرسة غير مناسبة. places to study، أماكن تدرسها أكيد هاي غير مناسبة. The opposite of lazy، هي عكس كلمة lazy. نعم، مجد هو الشخص الشاطر، lazy كسول. إذن عكس كلمة مجد lazy. إذن الكلمة الأولى اللي هي hard working أوصلها بيما بالحرف C، التعريف المناسب إلها هو التعريف C، فأحذف C لأن بعد ما أستخدمه. اللي بعدها university، شنو معنى كلمة university؟ جامعة. شنو معنى كلمة college؟ college معناها كلية. الكلمة أو التعريف المناسب لهذه الكلمة شنو؟ هذن الجامعة والكلية شو نسميها؟ places to study، هي أماكن ندرس فيها. إذن التعريف المناسب لها هو التعريف B. كذلك هذه أمسحها لأن بعد ما راح أستخدمها باعتبار وصلتها بالتعريف المناسب لها. to study، شنو معنى كلمة study؟ معناها يدرس. الدراسة شنو تعريفها؟ الشخص اللي يدرس شنو عرفه؟ نقول to spend time learning about something، هو أن نقضي وقت نتعلم فيه شيء معين. نعم، هذا أكثر خيار مناسب. إذا نوصلها بالدي، الدراسة هو أن تقضي وقت معين أو تقضي وقت محدد لدراسة شيء معين. اللي بعدها كلمة subject، subject معناها موضوع أو درس أو ما إلى ذلك. شنو موضوعك اليوم؟ موضوع اليوم البلدان باللغة الإنجليزية على سبيل المثال. هي شنو تعريفها؟ طبعا هنا هاي العبارة نحذفها باعتبار استخدمناها. اللي بعدها things you learn at school، هي أشياء تتعلمها في المدرسة. المواضيع هي شنو؟ هي عبارة عن مجموعة من الأشياء اللي تتعلمها في المدرسة، البلدان، الأحياء، الجغرافيا، التاريخ إلى آخره، الإنجليزي. هذين مواضيع أو أشياء تتعلمها في المدرسة. إذا كلمة تعريف كلمة subject هي things، الأشياء you learn at school، تتعلمها في مدرسة. إذا أوصلها بالفقرة A وأحذف هالفقرة A، إيش بقت عندي؟ بقت عندي بس فقرة واحدة. خلينا نجي نتأكد. clever، شنو معنى كلمة clever؟ clever معناها شاطر. أستاذ أنا أعتقد إن أنت غلطان بالحل. أنا أقول clever هي عكس كلمة lazy، شاطر عكس كلمة كسول. مو صحيح؟ نعم صحيح، لكن إذا حليت بهاي الطريقة راح يصير عندي خلل. شلون؟ خلينا نجي نوصلها. أول شيء شنو معنى أو شنو تعريف كلمة شاطر؟ quick to learn، هو سرعة في التعلم، and understand، والفهم. الشخص السريع التعلم والفهم شنو نسميه؟ نسميه شاطر. إذا أوصلها بيه، لنفترض أن وصلتها بيمن؟ وصلتها بالسي، بالعكس كلمة lazy. هنا أنا الجملة الأولى راح تصير غلط. ليش؟ لأن سرعة التعلم المجد هو سريع التعلم؟ لا، المجد هو شخص دائما يقرأ هواي، يتعب نفسه، يشتغل هواي، فنسميه مجد. أما الشاطر هي موهبة. شخص شاطر هو سريع التعلم، سريع الفهم للمواضيع اللي تطرح عليه. إذن هذا التعريف أمامكم والكلمات المناسبة لها. هذه الفقرة
فقرة مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري. أستاذ شلون تجيني بالامتحان؟ أما تجيك توصيل كما هي مثل ما إحنا شلون حليناها يا سؤال، بالسؤال الثالث عادة ما يكون فرع بي سؤال التوصيل، أو من الممكن إن يجيني بسؤال الإسقاطات، يعني أنا بدل ما أسوي لك إياها التوصيل هذين الكلمات أعطيك إياها بأعلى التمرين وأعلى السؤال وأنطيك التعاريف جواهم وتسقط الكلمة أمام التعريف المناسب. إذا أنت أغلبكم ستفتهمت الفكرة، لما بس أقول لك إسقاطات تفتهم إيش أقصد، لكن دائما أخاف أقول طلاب جدد بعدهم ما يفتهموا شنو يعني إسقاطات. هاي الحلول أمامكم، حاولوا تسجلوها بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. ننتقل هسه مثل ما هو طلب مني، يقول لك روح اقرا المقطع النصيات اللي انا معطيك اياهن المفروض به ذن الكلمات اللي راح تتعلمهن من خلال او توصلهن بالتعاريف المناسبه لها. هسه طبعا احنا راح نقرا النصوص لان منطيني مجموعه من التمارين المتعلقه بها كتاب النشاط. حاولوا تسجلون المعاني اللي راح نطلعهن لان راح تفيدنا كتحضير يوم داخل الصف. اولا دكتور سلوى، دكتوره سلوى، بالك وياي وشوف المعلومات اللي راح نطلعها. works in hospital، تعمل في المستشفى. هاي المعلومة أنا أعرفها، مجرد أن أنا أعرفت كلمة دكتور طبيب، الطبيب هو دائما يعمل في المستشفى. هاي المعلومة الأولى. she takes care of sick people، تعتني بالناس المرضى. نحن نعرف كذلك أخذنا في الدرس السابق أن وظيفة الطبيب أنه يعتني بالناس المرضى and makes them better، وتجعلهم بحال أفضل. she is very hard working، انتبهي هي جدا مجدة. she usually works 8 hours. شوف أنا قبل شوية إيش قلت لك، والمجد هو صحيح عكس كلمة lazy، مو هو شخص سريع التعلم. فهنا أنا شوف ده يوضح لي ده يأكد لي، يقول لي هي مجدة. she usually works 8 hours، هي تعمل لثمان ساعات. اللي يعمل لثمان ساعات هذا شخص مجد مو شاطر. الشاطر أو الشطارة هي موهبة سريع التعلم، أما الشخص المجد هو الشخص الكثير العمل، كثير القراية، كثير الشخص اللي يتعب نفسه، نسميه hard working. لذلك هي تقول 8 hours، تعمل 8 ساعات، وهذا الشيء هو عكس الليزي. الليزي اللي هو الكسول، شخص متقاعس ما يحب يشتغل هواي أو ما يحب يقرأ هواي أدين في اليوم الواحد. but she sometimes has to work 12 hours، لكن في بعض الأحيان تحتاج أو عليها أن تعمل 12 ساعة متواصلة. at school، في المدرسة، she was very clever. شوفوا نانا في المدرسة هي كانت شاطرة جدا. she and good at all subjects، وجيدة في كل المواضيع. after school، وبعد المدرسة، she went to university. نعرف احنا الشخص اللي بعد ما يخلص مدرسة، بعد ما يخلص سادس اعدادي وين يروح؟ للجامعة، university، جامعة. she had to study for 6 years. طبعا تعرفون ان الطب يحتاج ان يدرس مو 4 سنوات وانما 6 سنوات. عليها كان عليها ان تدرس لست سنوات. she likes being a doctor، وهي تحب أن تكون طبيبة. because in this job، لأنه في هذه الوظيفة she can help people، يمكنها أن تساعد الناس. إذن عرفنا عليها من على وظيفة الدكتورة سلوى. أحفظ وين تشتغل؟ بالمستشفى. شنو طبيعة عملها؟ تساعد الناس، takes care of sick people، تعتني بالناس المرضى. مش قد تشتغل 8 ساعات إلى 12 ساعة، كانت شاطرة، كانت مجدة إلى آخره. درسة الطب لمدة 6 سنوات، هاي المعلومات اللي استخرجناها. النبض يجي على من؟ على بنية اسمها حنان. شو تقول؟ تقول حنان is an office manager. حنان هي مديرة المكتب. مديرة، إذا هناك كانت طبيبة وهذه مديرة. she answers the phone calls، هي تجيب على مكالمات الهاتف. and she sends and receives emails، وترسل وتستقبل الإيميلات، البريد الإلكتروني، on computer، على الحاسب. she usually works every day، هي عادة ما تعمل كل يوم. from 8 a.m. to 2 p.m. تعمل من 8 صباحا إلى 2 ظهرا. بالك وياي، من 8 إلى 2 يعني كم ساعة؟ 9, 10, 11, 12, 1, 2، 6 ساعات. إذن عملها 6 ساعات. but she sometimes has to work in afternoon، لكن بعض الأحيان العمل يتطلب من عندها أن تشتغل afternoon في المساء. sometimes في بعض الأحيان she has to go to different countries، وفي بعض الأحيان عليها أن تذهب لمختلف البلدان، بلدان أخرى. her best subjects، أفضل مواضيعها، المواضيع المفضلة اللي كانت عندها بالمدرسة، at school، في المدرسة، were maths and English، كانت تحب الرياضيات
والإنجليزي. After school, بعد المدرسة, she went to college. ذهبت إلى الكلية to study business. لكي تدرس البزنس. شنو يعني بزنس؟ الأعمال. Business administration. ركزوا يعني. إدارة الأعمال. شنو هنا عندنا دار اقتصاد؟ هم عندهم إدارة الأعمال. She had to study for 4 years. إحنا نعرف أن إدارة الأعمال مو مثل الطب. الطب كم سنة لازم تدرس؟ 6 سنوات. إدارة الأعمال إيش قد لازم تدرس؟ 4 years. 4 سنوات. She enjoys her job. هي تستمتع أو تحب وظيفتها because she meets a lot of different people. لأنها تلتقي بالكثير من مختلف الناس. She also enjoys traveling. كذلك هي تستمتع بالسفر. إذن هي حبت هاي الوظيفة أولاً لأن تلتقي في كثير من الناس كل يوم، ثانياً لأن موضوع يتعلق بالسفر. تعرفنا على حنان، تعرفنا على الطبيبة، الآن نجي لكتاب النشاط. لأن أنا مش قلت لكم ذن القطعتي أنا والمقطع عن النصيات، طبعاً هي مو قطعة مطلوبة من الامتحان التحريري، لكن منطيني أسئلة عنها راح تفيد لك تحضير يومي سلسلة بطريقة شفوية بداخل الصف. شو يقول لي بتمرين رقم 1؟ يقول لي read the 2 paragraphs، اقرأ المقطع عن النصيات in your student's book، في كتاب الطالب، again مرة أخرى and make notes، واعمل ملاحظاتك. هذه كتحضير يومي، يعني يسألها الأستاذ بداخل الصف كتحضير يومي. ايش يقول لك؟ يقول لك أنا راح أسألك عليه من أول شيء على الدكتور الطبيبة، وبعدين عليه من راح أسألك عن الأوفيس مانجر اللي هي من هي المديرة اللي تعمل بالمكتب. هسه the doctor الطبيبة، where she works، أين تعمل، وين تعمل الطبيبة. إحنا عرفنا الطبيب يعمل بالهوسبيتال بالمستشفى، أكتب له هوسبيتال، وطبعاً راح يسألني أنا استاذ طريقة شفوية بداخل الصف، فأنت راح تقول له هوسبيتال. زين what she does، ماذا تفعل، شنو عملها، شنو طبيعة عملها هاي الطبيبة. أقول له takes care of sick people، تعتني بالناس المرضى. وراها how long she usually works، كم مدة عملها. قلنا إنه مدة عملها حوالي من 8 ساعات إلى 12 hours، من 8 إلى 12 ساعة. where she studied، أين درست، درست في اليونيفرسيتي. شنو يونيفرسيتي؟ جامعة. يونيفرسيتي. بعد how long she had to study، كم المدة اللي درست فيها. قلنا درست لمدة 6 years، لمدة 6 سنوات. هذا ما يخص الدكتور الطبيبة. زين الأوفيس مانجر نفس الأسئلة راح يسألني إياها، لكن هالمرة علي من عن الأوفيس مانجر. where she works، وين تعمل. in an office، في المكتب. زين what does she do أو what she does، ما الذي تفعله، شنو اللي تسوي. it's أولا answer telephone calls، تجيب على اتصالات الهاتف. بعد sends and receives emails، ترسل وتستقبل البريد الإلكتروني. زين how long she usually works، كم ساعة تعمل، لمدة 6 hours، 6 ساعات. where she studied، أين درست، هاي درست بالجامعة. هذه وين درست، بالكوليج. شنو كوليج؟ كلية. وهكذا how long she had to study، كم المدة التي درست فيها، كم سنة ظلت تدرس، ظلت تدرس لمدة 4 years، 4 سنوات. هذا ما يخص تمرين رقم 1. مثل ما وضحنا هذا التمرين كتحضير يومي، يسأل الأستاذ هذه الأسئلة الشفوية بداخل الصف كتحضير يومي، غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. تمرين رقم 2 check your notes، تفقد ملاحظاتك، الملاحظات اللي استوى كتبتها تأكد من أذهن with your partner. شلون أتأكد من أذهن؟ ويا زميلك، شوف زميلك حلها مثل حلك، أما أنت صح وهو صح، أنا متأكد من حالكم. use the headings in the table to make questions like the one below. شوف هنا شو يقول لك، يقول لك أنا بالبداية منطيك where she works، أين تعمل، لكن هذا السؤال قواعديا مو صحيح، أو مكان عملها، مجرد يريد يوضح لي مكان عملها، منطيني رؤوس نقاط للأسئلة. قال لك تقدر تسوي لي اياها سؤال صريح، يعني مثلا where she works، هذا مو سؤال صريح. السؤال الصريح يكون بهاي الطريقه، شو يقول؟ يقول where does she work. زين تقدر تسوي مثله، سهله. where she does او what she does، ما الذي تفعله، اكتبها what she
does ما الذي تفعله؟ شو راح يكون سؤال صريح؟ What does she do؟ ماذا تفعل؟ واللي بعد نفس الطريقة. How long she usually works؟ أقول له How long does she usually work؟ طبعاً أنت تعرفون إنه لما تيجي does الفعل ما يصير يكون يحمل اس الشخص الثالث. يعني هو بالبدايه بيعطيني where she works الفعل بياس، بعدين لما نخلى الدس الحذف اس الشخص الثالث من الفعل. هذه اخذناها مع موضوع المضارع البسيط، اذا تحبون تشوفون الشرح المفصل بالدروس السابقه شرحناها. بعد how long قلناها، where she studied اين درست، اقول له where did she study اين درست. هالمره شنو؟ ركز وياي. استدت بها ايدي، حذفتها ليش؟ لان خليت الدد. الحين نعرف اذا كان ماضي نخلي دد، واذا كان مضارع نخلي اما دو او داز. واللي اخيرا يقول لي هاو لونج شي هاد تو ستدي، نفس الفكره. هاو لونج ديد شي هاد تو ستدي، كم المده التي كان عليها ان تدرس في الجامعه او الكليه. هذا ما يخص تمرين رقم 2، كذلك هذا التمرين نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي. تمرين رقم 3 يقول لي write questions، هالمره بصريح العباره يقول لي اريدك تكتب لي اسئله، انا منطيك جواب، اريدك تسوي لي سؤال. اخذناها بالاول متوسط بشكل مفصل، شلون انا اسوي سؤال؟ سهل، انا اشوف زمن الجمله واخلي اداه مناسبه لهذا السؤال او لهذه الجمله. فمثلا واحد يجاوبني يقول لي I work at the Red Crescent Hospital، انا اعمل في مستشفى الهلال الاحمر. شخص قال لي انا اشتغل بمستشفى الهلال الاحمر، اذا شنو السؤال اللي انا سالت له اياه؟ اقول له وين تشتغل؟ جاوبني قال لي انا اشتغل بمستشفى الهلال الاحمر، اذا السؤال اللي تسال عن المكان شنو هو؟ الاداه تسال عن المكان شنو هو؟ اداه الوير، اين؟ Where do you work؟ Where do you work؟ اين تعمل؟ I work at the Red Crescent Hospital، أعمل في مستشفى الهلال الأحمر. نقطة ثانية نفس الفكرة، إيش قال لي؟ قال لي yes. بما أنه قال لي yes، إذا السؤال مالتي قصير. تعرفون السؤال القصير كذلك شرحناه بشكل مفصل بالدروس السابقة، لما أنا أستخدم الفعل المساعد بالسؤال. Yes I have to wear uniform at work، نعم علي أن أرتدي الزي الرسمي في العمل. فش أنا سألته Do you have to wear uniform at work؟ هل عليك أن ترتدي الزي الرسمي في العمل؟ Yes I have to wear uniform at work. اللي بعدها Yes I like my job، نعم أنا أحب وظيفتي. شو سألت إذن أنا؟ هل تحب وظيفتك؟ أقول له Do you like your job؟ هل تحب وظيفتك؟ نعم أحب وظيفتي. Oh, I usually have to work 10 hours a day. أنا عادة علي أن أعمل لعشر ساعات في اليوم الواحد. إذا شنو السؤال اللي أنا سألت هي؟ أقول له How long do you have to work؟ كم المدة التي يجب عليك أن تعمل فيها؟ قال لي أنا لازم أعمل لمدة عشر ساعات في اليوم الواحد. Yes, it is very hard work. نعم إنه عمل شاق جدا أو عمل صعب جدا. إذا أنا سألته هل عملك صعب؟ Is your job difficult أو hard؟ هل عملك hard صعب؟ Yes, it is very hard. نعم إنه صعب جدا. I had to study for 4 years. علي أن أدرس لأربع سنوات. إذا شنو السؤال مالتي؟ How long do you have to study؟ كم المدة التي يجب عليك أن تدرسها؟ أنا أدرس أربع سنوات. No I don't want to be a doctor. كلا أنا لا أريد أن أصبح طبيب. I love my job. أحب عملي. أثناء سألته هل تريد أن تصبح طبيب؟ Do you want to be a doctor؟ هل تريد أن تصبح طبيب؟ No I want to be a... I don't want to be a doctor. أنا لا أريد أن أصبح طبيب. Every day كل يوم
Oh, I usually see about 40 to 50% of people every day. قال كل يوم أنا عادة ما أرى 40 إلى 50 شخص يوميا. شنو السؤال اللي سألت لي يعني؟ هنا أنا قال لي أنا دائما أو كل يوميا أشوف 40 إلى 50 شخص باليوم. إذا أنا سألته أقول له how many كم عدد people كم عدد الناس do you see a day كم عدد الناس الذين تراهم في اليوم الواحد كم شخص تشوف باليوم قال لي باليوم الواحد تقريبا حوالي 40 إلى 50 شخص كذلك هذا النشاط نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحليلي والامتحان الشفوي مجرد يريد يخليني أسوي أسئلة مناسبة للأجوبة اللي مطيني إياها أما تمرين رقم 5 يقول لي choose a job from your lesson from lesson 1 اختر وظيفة من الدرس الأول اللي شرحناه في الدرس السابق you are going to pretend you have that job أنت كطالب سوي نفسك عندك هاي الوظيفة مثلا طالب قال أنا أريد أكون architect مهندس معماري أو engineer مهندس أو دكتور طبيب ask and answer questions اسأل وأجب على هذه الأسئلة and try to work out the partner's job وحاول أن تتبادلون أدوار أنت وزميلك يعني هنا الأستاذ يختار طلاب اثنين مثلا الطالبة الأولى هنا مش مختارة مختارة I draw buildings أنا أرسم البنايات إذا هي شنو architect مهندسة معمارية فهنا الطالب الأول يسألها مجموعة من الأسئلة على مود يعرف وظيفتها مثلا يقولها where do you work أين تعملين قالت له I work in an office أنا أعمل في المكتب فهو يفكر شنو هي الوظائف اللي تعمل في المكتب قال لها are you business woman هل أنت امرأة أو امرأة متعلقة بالأعمال شلون رجل أعمال أو امرأة أعمال فتجاوب باعتبار هي امرأة الأعمال تعمل في المكتب no I am not كلا أنا لست كذلك What do you do? قال لها عادتي شنو أو شنو بتسوي؟ I draw buildings. أنا أرسم أو أصمم بنايات. إذن قالها you must be an architect. إذن أنت architect مهندسة معمارية. وكذلك الطالب الآخر إنه يتبادلون الأدوار. الطالب الآخر يسأل والطالب الأول يوضح له بعض الأعمال اللي يقوم بها. فالطالب الآخر يحزر الوظيفة المناسبة للأعمال اللي اختارها. هذا مجرد نشاط صفي عبارة عن محادثة داخل الصف بين طلاب اثنين متعلقة بالوظائف اللي شرحناها بالدرس السابق. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أنه درس بسيط جدا وأغلب أنشطة صفية غير مهم امتحان التحليل وامتحان الشفوي مع هذه الكلمات والتعاريف اللي أخذناها لبداية الدرس مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري تجيك على شكل إسقاطات أو على شكل توصيلات مثل ما وضحنا. حاولوا تسجلوها ملاحظات اللي تريد تحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.